الله خليك زي والدك. طبعا شرف ليا. وانت قلت حاضر، ما اقدرش اقول غير حاضر يعني بجد والله يا سامي. يمكن الموضوع ده انا بتكلم فيه بجد، ودايما الحمد لله الناس يعني عارفه، والناس بتشوف وبتميز، وعارفين ان الواحد يعني خارج من بيت محترم، بيت طبعًا. متربي على الاخلاقيات، على السلوكيات، ابدا مش متربي على اي حاجه مش كويسه. الحمد لله سوي نفسيا، ما عنديش اي حسابات بصفيها الحمد لله، بسامح كل الناس. علشان عشان تنجحي، عشان تنجح يا كابتن هاني في المجال الكوره او الاعلام او الرياضه، لازم حضرتك تكون مثقف ومتعلم ومتربي بشكل كويس، وده الحمد لله يعني ابويا او البيت اللي انا خارج منه يعني علمه لي. الاعلام اصعب ولا اللعبه اصعب؟ الاعلام اصعب. اللاعب انت بتكوني من ضمن 11 لاعب بيساعدوا الفريق على انهم يكسبوا. الاعلام انت عندك مسؤوليه، عندك راي، كل كلمه بتقوليها محسوبه عليكي، يعني انتماءاتك، انت بيكون دايما عندك توازنات، انت مع الاهلي ولا مع الزمالك، هل انت هتقولي الخبر بالشكل ده ولا مش هتقولي الخبر بالشكل ده. كمان حاجه تانية، ده الناس هي اللي بتقول كده طبعا يعني. طبعا لكن في حاجه تانية يا كابتن هاني وسهامي مهمه جدا، ان انا محسوب في الاعلام ان انا ابن ربيع ياسين، وبالتالي في اخبار كتيره جدا بكون عايز اقولها بس يا كابتن هاني محسوبه عليا، لو قلت ممكن حد لا يزعل. بص انا ليا راي تاني. تمام. انت راجل معروف انك اهلاوي، ومعروف ان والدك كابتن ربيع ياسين، لكن انت اعلامي طبعا، لازم هتاخد اطار الاعلامي ودخل نفسك. انا نفسي يا كابتن، لا انت لازم تخش كده. بديت انت موضوع الحساسيه في ان الخبر، اصل الخبر مرتبط بكذا او الخبر مرتبط بنادي كذا، لا انا في اعتقادي الشخصي يعني انا مش اعلامي اصلا عشان اقول لك الكلام ده. لا كلام حضرتك، انا بتكلم كمان يا كابتن في ايه، انا بتكلم انك ما شاء الله يعني بتتكلم كويس قوي، والكلام طالع موزون. الحسابات مين قال ومين عاد وانت كبير قوي يا كابتن هاني خالص، بس شكلك بتتوقف عندها. لا انا بالعكس انا بفكر شكل النقطه دي مسببه لك يعني احراج او واخد بالك منها؟ بص اولا عمر ربيع ياسين خارج من قناه النادي الاهلي، يعني ثالثا انا بتكلم دلوقتي اهلي وزمالك، بتكلم بكل احترام وبادب، عمري في حياتي ما الجمهور يا كابتن هاني هيسمع او انا هسمح ان انا اتجاوز في حق حد او اجيب حد يتجاوز في حق حد. طبيعي. كمان عايز اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن هاني، كنت عايز اقولها بمناسبه البيت اللي انا خارج منه. بص يا سهام، تخيلي ان ابويا اللي هو انا شايفه حاجه كبيره جدا جدا، لعب في الاهلي من سنه 79 او بنتكلم 79، لعب فعليا 82، خرج 93 لحد 2020، 118 مباراه دوليه، 300 مباراه مع النادي الاهلي، عمل تاريخ محدش في الباك ليفت هيحققه مع كامل الاحترام لكل الناس اللي موجوده في النادي الاهلي، ولحد دلوقتي ما اشتغلش في النادي الاهلي ولو حتى منصب. انا بقول كده ليه؟ علشان ابويا عمره لا طلع خبط في حد ولا اتكلم على حد ولا صفح حساباته مع حد ولا طمعان ان هو يمسك منصب في النادي الاهلي، وهو تحت امر النادي الاهلي اللي هو خيره عليه. انا بتعلم من ده، فتخيل انت لما تشوفي حد سوي هو كمان نفسيا ومش بيشتكي. معنا ابويا تدريبيا محقق بطوله 2013، والكابتن هاني يعلم جيدا ان السنه ده بيكون صعب ان انت تحققي بيه بطولات، حقق يعني مصر في اخر 10 سنين في السنه ده كان من الهرود اللي يعني حاجه ثانيه. لا كمان صالح جمعه كهربا، قبل ما تخش في صالح جمعه وكهربا كمان في موقف الكابتن ربيع. كابتن ربيع بالرغم انه خرج من النادي الاهلي، لكن كمان مصمم ان كان هو جاله تقريبا عرض في الوحدة السعودية يا كابتن، قبل ما بطل قال لك صح انا مش هروح. يعني ده موقف كمان يحسسك ان اولا ان الكابتن ربيع يعني عارف قيمة النادي الاهلي، وكمان نوعية خاصة. خلي بالك مش كل الناس زي الكابتن ربيع ياسين، في ناس بتطلع لمجرد انها يعني في خلاف مع مسؤول او خلاف على حاجه بيبدا يطلع يخرج عن النص شويه. عمر الكابتن ربيع ما خرج عن النص، حتى ما بصش للموضوع. طب ما انا اطلع اعمل مثلا فلوس أبداً. سنه ولا اتنين يعني كان حريص انه ينهي حتى يعني طبعاً كل حاجه في النادي الاهلي. ده شرف يا كابتن انك تختم حياتك في النادي الاهلي، وشرف لاي واحد في مصر ان هو يلعب في الاهلي. بص يا عمر، انا قعدت مع عبد بيقول لي طب انت طلباتك ايه للنادي الاهلي؟ اول ما قلت له طلباتي مش طلبات طبعا، انا مجرد العب في النادي الاهلي شكرا. قال لي يا عم قول انت عاوز كام ولا اي حاجه. قلت له ده بدايتك خالص يا كابتن ده، وانا يعني وانا قاعد عنده في البيت أوكي. خلاص وخلاص انت خلاص يا كابتن قول. قلت له ما ينفعش اقول عيب. قال لي طب ال100 جنيه دي كويسه؟ والله العظيم يا استاذ. طب ممكن، قلت له زي الفل تمام. طب ممكن ازود 100 جنيه جديده؟ طب جديده خدتها وقلت الحمد لله شكرا خلاص. ما ينفعش اقول انا عاوز من النادي الاهلي كمان، ما ينفعش
احنا نتشرف ونبقى موجودين للكيان. المال ده هيجي هنا، هيجي بوفي مكافئات في رواتب، هيمشي تمشي، انما تشترط لا. اللي اقصده ان هو ده النادي الاهلي، وشرف كبير جدا يا كابتن هاني، والنادي الاهلي ده قيمه كبيره جدا وكان كبير جدا. كابتن هاني يمكن بابا اتكلم على بدايته في الفلوس، عايز اقول كابتن هاني ان هما في سنه 89 90 91 جيل كاس العالم الاربعه الكبار لما جم يجددوا مع الكابتن حسن حمدي، طلباتكم ايه؟ ما حدش رضي يجدد غير لما الاربعه يمضوا زي بعض، الاربعه يمضوا زي بعض، ومضوا بمبلغ يعني اعتقد يا كابتن هاني الثلاث سنين ب 20,000 جنيه، فده كابتن الثلاث سنين ب 20,000 جنيه، وكانوا مبسوطين جدا وما عندهمش راجع من كاس عالم يعني يا كابتن جيل كاس العالم. حمدي وكابتن خطيب في الاسماعيليه كنا معسكرين كابتن سايس، فقعدوا احنا كنا عند سته مش اربعه، سته كبار، حاجه اسمها سته كبار يتكلموا بالنيابه عن الفريق. بالظبط. فجم قعدوا معانا قلنا لهم خير طلباتكم؟ قالوا لي انتوا عاوزين ايه؟ قلنا لهم بص، كنت انا طبعا لعبت كاس عالم وشوبير وطاهر لعب 20 دقيقه وما في بقى قضيه ما لعبش وعلامه يهوب محمود صالح. قلنا لهم بصوا ما تضيعوش وقت، اللي انتوا عاوزين تعملوه وحددوه، بس احنا السته ناخد زي بعض، ما فيش واحد يتنازع عن واحد. حضرتك اللي قلت كده. طبعا هي دي هو ده، هي اسره النادي الاهلي حضرتك. ففعلا يعني طب طلباتكم، احنا قلنا له احنا نتكلم ما تضيعوش وقت لو سمحش، عاوزين ننام عشان نتمرن كويس. يعني الرقم اللي حضرتك تقول عليه احنا بس يبقى رقم واحد اللي حددوه. قالوا لنا طيب 20,000 في ثلاث سنين، قلنا لهم زي الفل شكرا، ما خدوش وقت. يعني قصدي خد بالك ان انت تشترط على النادي، لا ده حاجه كبيره جدا، احنا موجودين ودي هي اسره النادي الاهلي، والناس لازم تعرف النادي الاهلي في المقدمه، لانه نادي عريق وكبير، عنده تخطيط، عنده اداريات، عنده نظام، عنده فنيات، عنده جهد، عنده كفاءه، عنده اخلاص، عنده ترابط، عنده تماسك، ده النادي الاهلي. وبطولات النادي اللي بتيجي بفضل الله ثم عرق وابناء النادي الاهلي المخلصين، كل واحد في مكانه بيبذل. انت هنا في مكانك انت وسام بتبذله اقصى ما يكون عشان الكيان، الاداره عشان الكيان، الجمهور عشان الكيان، اللعيبه عشان الكيان، رجل الشارع عشان الكيان، هو ده سر تقدم وبطولات النادي الاهلي.